السلام عليكم، والله يمسيكم بالخير. كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين. اليوم عندنا قصة. في واحد يبي يشتري له بيت، بحث، كلم أصدقائه وكلم ربعه وكلم جيرانه، قال عندي مبلغ 850، 800 حد أقصى. قال وين تحصل البيت هذا؟ وين تحصل؟ يعني البيوت غالية. قال أنا ببحث، أجل بطلع بشوف، بروح الأحياء بدور. راح يدور ودور، لقى له بيت وعجبه، جاب أهله وشافوه، لقوا رقم مكتوب للتواصل وراح ودق عليه وكلمه. قال له كم سعر هالبيت؟ قال شفته؟ قال لي شفته. قال كم سعره؟ قال مشوم 850. قال ما تراعينا شوي؟ قال وينك أنت؟ قال أنا عند البيت. قال طيب، انا ساكن جنبه، بجيك الحين. وجاء لعنده، يقول يوم جاء قرب عنده وشافه، الا ذا مو غريب علي ذا، وهذاك بعد يقول مو غريب علي. يوم قربوا عند بعض، الا ربع كانوا من اول، من الابتدائي كانوا مع بعض في المدرسة الين وصلوا الثانوي. وبعد فترة هذا اشتغل وهذا اشتغل، واللي تزوج واللي نقل في منطقة بعيدة، وتفرقوا من أول ما كان في تليفونات وتواصل. أي، وللحين كان في، وللحين جوالات. قال له أنت جاز لك البيت؟ قال لي جاز لي البيت. قال أنا أشتري جيرتك، وأنا ببيع لك إياها 800 ألف، تستاهل. قال لا لا، أنا ما أبغى أكسر البيت، ولا أبغى إني أخسرك المبلغ هذا. قال لا، ما في خسارة ولا في شيء، أنت أنا أشتري جيرتك، وشوف إذا كان ما عندك المبلغ كامل عطني اللي عندك والباقي تكمله، ما في مشكلة. وحتى لو تبغاه أقل من السعر 800 ألف، ما في بيني وبينك شيء، أبشر. قال أنت ما قصرت، والله جزاك خير. أنا متفق على المبلغ 800 ألف، أعطاه إياه وجاب أغراضه وسكنوا، وصاروا يتزورون مرة عنده ومرة عند الجار الجديد، وصاروا العوائل يتزورون بشكل يومي، وصارت علاقتهم قوية. وجاء بعد فترة ولده الكبير هذا اللي توه شاري البيت يبغى يتزوج. قالوا لا لا، مالك إلا جارنا اللي شرينا منه البيت، عنده بنت والعائلة طيبة. قالوا خلاص نتقدم، وكلموهم ووافقوا وتزوجوا. بعد فترة يقول لك نفس اللي راعي البيت، اللي باع البيت، قال يبغى يزوج ولده. قالوا شوفوا اللي شروا منا البيت، شوفوا كان يوافقون على ولدنا. كلموهم وافقوا وتزوجوا وصاروا نسايب. هذا ماخذ بنت هذا، وهذا ماخذ بنت، وهذا ماخذ بنت هذا. المهم، وزادت يعني المعرفة، وصاروا نسايب وجيران. سبحان الله، هذا كان يبحث عن بيت وما عنده قيمة البيت، البيت اللي شراه يسوى أكثر، وما عنده إلا 850. وربي يسر له الرجال هذا، وعرفه ويعرفه وصديق له، ونزله من المبلغ هذاك. يعني البيت يجيب أكثر، بس أنه يبغى الجيرة، كل يتمنى الجيرة الزينة، ويبغى جيرته، وما همه المبلغ. يعني قال حتى لو أنزل من كذا أنا بساعدك، أهم شي تكون جاري. سبحان الله. وبعد فترة صارت نساء، صاروا نسايب. هذا تزوج، هذا زوج ولده، وذاك بعد زوج ولده من البيت الثاني. الحمد لله، وهذه قصتنا وانتهت.